مهند، لو جاتك فرصة عمل ثمينة بس راح تكلفك دراستك الجامعية، هل راح يوافق أبوك ولا لا؟ عدد سؤالك. لو جاتك فرصة عمل ثمينة بس راح تكلفك دراستك الجامعية، يعني تكلفني مبلغ، انك تكلفك انك تترك دراستك، حلو، هل راح يوافق أبوك ولا لا؟ لا. ترى بيعطونك خصم. ثبت المايك، والله ثبت المايك. ما طيب، اتوقع جواب أبوك لا. ايه، لان ابوي يبغى الشهاده دائما. شهادتك اولى من وظيفتك. ابو مهند وش رايك؟ لا. طب على كذا نقول ان مهند كسب 100 نقطه. هاي عبد الله القمي، لو جاتك فرصه عمل ثمينه بس راح تكلفك دراستك الجامعيه